نشوف فرنسا بقى حامل اللقب طبعا. هل تحمل فرنسا اللقب للمرة الثانية على التوالي؟ ودي تكون يعني هيبقى إنجاز كبير سابقة جدا لديشون، لأنه كمان عنده ميزة أنه حصل على بطولة العالم كلاعب وكمدرب، أصبح متمرس جدا. عايز أقول لحضرتك برضو الأفضلية اللي كان الناس تسأل هتكسب إنجلترا ولا لا، غير أن كان الاستحقاق التاريخي اللي حساب إنجلترا هي اللي كسبها مرتين في كأس العالم، لكن كان داخل 6 لعيبة من السكواد أو من القوام الرئيسي في المباراة النهائية في 2018 موجودين في تشكيلة فرنسا، فعندهم الخبره. وبعتقد كمان يعني نتكلم عن مباراه انجلترا، لكن فرنسا كسبت بالخبره رغم ان انجلترا استحواذ كان افضل، فرص على المرمى كانت اكتر، لكن فرنسا كان عندها الخبرات اللي خلتها تحسم المباراه في اخر الدقائق. خط صحيح. الهجوم طبعا قوي جدا، مسجل 11 هدف بعد انجلترا والبرتغال طبعا، 5 أهداف بس خلال مشواره في البطوله، وخساره وحيده امام تونس لما لعب بالصف الثاني منتخب تونس حقق النتيجه التاريخيه العظيمه دي. امبابي طبعا هي بطولته برصيد 5 أهداف هو الهداف. في خناقه بقى تحصل في المربع الذهبي بين الثلاثه يا استاذ لميس، امبابي وميسي وجيرو، الثلاثه دول امبابي الصداره ب5، ميسي وجيرو ب4، مباراتين النصف النهائي والنهائي هيحددوا مين هيلقب بهداف البطوله. مين الهداف؟ ممكن فرنسا تعملها وتاخد، اخر مره فريقين خدوا ورا بعض. انا بقول لكم كذا بطوله مش عارفين بقى، يعني 60 سنه ايطاليا وبرازيل، ايطاليا وبرازيل هم عملوا الاعجاز ده. لكن انا شايف يعني انا من البدايه خالص، وانا حتى في القناه عندنا بنتكلم في حته مين اللي يوصل، انا كنت مرشح البرازيل وفرنسا. لغايه دلوقتي فرنسا هي اللي ماشيه كويس، يعني من الاربعه الاقرب فرنسا. طبعا فرنسا عندها، هو قال نقطه مهمه جدا، علم الكرة رقم واحد، بتتكلم عن المهارة والموهبة زائد على طول الخبرات. فرنسا تمتلك خبرات عالية جدا في الملعب، الأداء الحركي بتاع اللعيبة بشكل كويس جدا، الأداء الجماعي بتاعهم بشكل كويس جدا، الدوافع المعنوية ما فيش مشاكل عندهم في الملعب، يعني هو بيلعبوا بيتمتعوا، ودي ميزة الكرة دلوقتي. حضرتك كنت بتكلمي على تغيير الكرة، ثقافة الكرة اتغيرت بعد كأس العالم دي، الثقافة دي اتغيرت في كل حاجة، حتى في نوعية التحضير للتسخين قبل المباراة. هنشوف الطرق اللعب الجديده اللي بيلعبوا بيها، الدفاعات اللي موجوده، المساحات وعدم وجود مساحات بين الاول ما نعدي 11 لعيب يبقى حارس المرمى تحت الكوره في كل الفرق، دي مدارس جديده، دي الكوره الجديده اللي جايه سنه 2023. هكلمك بعدين على الكوره الجديده ومدى تقبلنا للكوره الجديده. من الاربعه مين الاقرب يا تامر؟ لا بالترتيب فرنسا، يعني دلوقتي الاربعه فرنسا بالترتيب، فرنسا ارجنتين مغرب كرواتيا. مغرب ليه؟ لا مغرب ليه؟ لان مغرب لو قدرت انها تعدي من فرنسا في السيمي فاينال اعتقد انها هتديها دفعه معنويه قويه جدا، لان خلاص فاضل، خصوصا انها هتبقى فرنسا اكيد اصعب من ارجنتين وكرواتيا. فممكن مش بس تبقى دفع، بكمل على كلام كابتن تامر طبعا، لو كسبت كابتن تامر باذن الله فرنسا وعملت الاعجاز ده خلاص مغرب تبقى كاس عالم. خلاص يعني اللقب احنا بنقول انه احتمال يبقى نهائي ما بين فرنسا والارجنتين، فرنسا وكرواتيا، مغرب وارجنتين، والبرونزيه قد تكون من نصيب المغرب. ممكن نطمح في اكتر ان شاء الله، نطمح يعني البرونزيه. بس على ميس السيمي فاينل الضغط كله على فرنسا مش على المغرب. المغرب عملوا لا، المغرب داخل مستريح جدا، داخلين دلوقتي للمتعه والله، قدروا بقى يزودوا حاجه زياده هتوصل للاعجاز مش انجاز. يبقى اعجاز لا، عجاز. هو لغايه دلوقتي انجاز ان هم وصلوا سيمي فاينل، ده اعجاز ان هم ياخدوا البطوله ويوصل المربع الذهبي، ده اعجاز. ده هو خلاص ده الاعجاز، انا ما فيش اي دوله عربيه او دوله افريقيه وصلت اللي هم عملوه. طب لو كاس العالم ولا اسيويه على فكره، ولا اسيويه ولا اسيويه ولا امريكا الشماليه. هو نفسه استاذ لميس مدرك وليد ركراكي انه انا طالما وصلت للمرحله دي انا ممكن ما ارجعش هنا تاني، يعني ليه تصريح الناس، في ناس كتير ضحكت عليه وخدته بسخريه بعد مباراه كندا، اخر مباراه في دور المجموعات تصدر مجموعه، قال لي الناس بتقول احنا اتاهلنا الدور الاول ليه ما ياخدش كاس العالم؟ ده المغرب يعني هتروح النهارده هو في سيمي فاينل، فهو مدرك قد ايه ومحفز اللعيبه انه ده اعجاز. ممكن الماتشات الاقصائيه دي انت بتتكلمي في 90 دقيقه، يعني سيمي فاينل 90 دقيقه وفاينل 90 دقيقه، الماتشات الاقصائيه ممكن منتخب ضعيف يكسب منتخب اقوى، لان في بقى في توفيق وفي ظروف وممكن واحد يطرد وممكن بينالتي، يعني في حاجات ممكن كتير قوي تحصل، فعشان كده المغرب قادره انها ماتشين ويكسبوا كاس العالم ان شاء الله. يعني الأمنيات يمكن أن تتحقق. اللي بعده طيب، تاريخ المواجهات، ما تقابلوش في كأس العالم لكن اتواجهوا في دورة البحر المتوسط، 11 مواجهة في كأس الملك حسن، اتقابلوا 11 مواجهه طبعا، الغلبة الفرنسا في 7 مواجهات، فازت المغرب مره وحيده اللي هي اول مباراه خالص اللي هي كانت في 63 فازت بهدفين لهدف، عدلوا في 3 ماتشات. اخر مباراه كانت 2007 ما تقابلوش خالص الفريقين في اي لقاء. معلومه بس صغيره ان فرنسا ما تروح البحر المتوسط، ده تروحش للفريق المحترفين،
بيروحوا بال سكن تيم وكسبت 7 مرات.